يتصدر الفتوى من يلتحق بركب العلماء لا بد أن يؤصل نفسه، والإنسان كلما كان فيه أناه وتؤدة ومراجعة لأقواله قبل أن يقولها ولكلماته قبل أن يحررها، وأن يحسن الظن بعلماء المسلمين على الوجه المقام الأول، كل ذلك يجعله إذا كتب إذا تكلم يوفق من قبل الله. ومرد ذلك إلى النية، فالإنسان إذا كان يحرر الكلم ويسطر الكتاب ليغيظ زيدا أو ليرفع من شأن عمرو أو ليرضي سلطانا أو ليرضي عامة أو ليرضي طائفة أو ليعلي حزبا أو لينتصر إلى جماعة، كل ذلك طرائق ليس لله عز وجل فيها نصيب. وما كان ليس لله عز وجل فيه نصيب فصاحبه أبعد من التوفيق، بعيد جدا عن التوفيق. لكن الأمر كما قال عمر في خطابه، كما قال عمر في كتابه: من أصلح ما بينه وبين الله زين الله ما بينه وبين الناس، ولكن من يتلبس للناس ما ليس فيه شانه الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. والمقصود أن العلماء ورثة الأنبياء، فمن حق الناس عليك أن لا تألو جهدا في البحث والعلم والقراءة والتدبر والفهم حتى تصبح إماما بحق، ومن حق نفسك عليك أن تحسن صلتها بالله، وأن تدفع الشبهات باليقين، وأن تدفع الشهوات بالصبر، وأن تنأى بنفسك عن ظلم العباد. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فالله لم يجعل الإمامة في الدين لأحد تلبس بالظلم، ظلم من حوله، ظلم من فوقه، ظلم من دونه، ظلم من يستطيع ظلمه. فهؤلاء أبعد الناس من أن يكونوا أئمة في الدين يخلد الله عز وجل أقوالهم وأفعالهم وذكرهم، هذا محال. قد يخلد من أراد إمامة في غير الدين، لكن إمامة الدين هذا عهد قطعه الله على نفسه، قال: لا ينال عهد الظالمين، مع أن الطالب المتوسل المتكلم الداعي هو خليل الله إبراهيم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وإنما ذكرنا هذا وأطربنا في الحديث فيه، وذكرنا قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ما حرره العلامة ابن القيم في تعقيبه على كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وهذا جزء من الكتاب القيم أعلام الموقعين، وإلا الكتاب سفر عظيم. لكن المراد أنه لا بد للناس أن يحسنوا البحث والقراءة والتدبر في القرآن أولا، في السنة ثانية، فيما خطه الأكابر قبلنا ثالثة، وأن يرزق الإنسان الفهم حتى يستطيع بعد ذلك أن يبلغ عن الله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبلغه.